طيب اقل حاجة في الايجار لو انا عايز، يعني انا بعمل ده كله ليه؟ ان انا عايز محل ارضي واجهة وحاجات زي كده عشان ابقى ضامن الايجار. طب ابقى القيمة الايجارية المتوقع ان انا ااجر بيها في العاصمة هيكون شكلها ايه؟ الطبيعي والستاندرد اللي احنا بنتكلم عنه مش اقل من 10%، وده بالفعل يعني اللي اتعمل فعليا. في عندي مشروع جراند سكوير بتاع بيراميدز، هم مأجرين حاليا التجاري الأرضي والأول بنسبة بتبتدي معاك من 10% في خلال أول سنتين، ومن السنة الثالثة العائد الإيجاري بيرتفع أعتقد ل 12 أو 13%. وطبعا العقد بيجدد بتاع التفويض بالإيجار دوت بيجدد بعد كده، والقيمة الإيجارية برضو بترتفع. المكان الوحيد اللي هتلاقوا فيه قيمة إيجارية بتبدأ معاك من 15% هي منطقة التنزه والترفيه، بحكم طبيعة طبعا المنطقة. وكان في طبعا الميجا مول بتاع بيراميدز برضو حاطين في العقد بتاعهم نسبة إيجارية بتبدأ من 15% من إجمالي سعر الوحدة المتعاقد عليها، دي بداية الإيجار. وده طبعا لسبب إن عامل التخصص لما بيكون المشروع متخصص بالكامل تجاري، ده بيعمل نوع من الجذب للبراندات وللعلامات التجارية إن هي تتأجر في مكان زي كده، وده في حد ذاته طبعا بيعلي من القيمة الإيجارية سواء للمشروع أو حتى لطبيعة المشاريع المحيطة يعني حوالين المكان دوت. يعني حتى لو حضرتك بتشتري في مكان مش لازم ميكس يوز، مش لازم متخصص، ممكن مكان يكون ميكس يوز ده مثلا، بس انت واخد مكان عنوان على محور رئيسي او شارع رئيسي او كده، ومجرد ما يجي براند يتسكن في مكان زي كده هو بيعلي من قيمة الإيجارات سواء للمشروع اللي حضرتك مأجر فيه أو مشتري فيه، أو حتى المحلات المقابلة ليه في المول المجاور ليه، برضو هتلاقي قيمة الإيجارات بتعلى، لأن البراند ده هو بيكون عنوان، يعني ده بيبقى كده زي عنوان للمنطقة، عنوان للمشاريع أو للمولات التانية اللي هي موجودة جنبيه. فده في حد ذاته طبعا تميز كبير جدا، فدي نقطة لازم حضراتكم تكونوا عارفينها. أما بالنسبة للمحلات أو المولات التانية هنلاقي يعني على أقل تقدير، أقل تقدير نقدر نتكلم فيه مش أقل من 10% من إجمالي سعر العقار اللي حضرتك متعاقد عليه. طبعا هو ممكن يكون توقعات إن ممكن يكون القيمة الإيجارية ديت أقل من المتوقع في البداية، ولكن هي هتزيد بشكل تدريجي مع التشغيل التدريجي للعاصمة بشكل عام. طيب الإيجار مثلا هنا بيختلف بناء على إيه؟ يعني مثلا على سبيل المثال حضرتك أنت هنا شاري المتر الإداري في الحي المالي، متوسط رينج سعر المتر الإداري بيتراوح مثلا من 70 ل 80 ألف جنيه. هتلاقي في الأبراج ديت الإداري فيها الأبراج السياحية اللي هي مثلا في الداون تاون أو اللي هي الأبراج السياحي الفندقي، سعر المتر حاليا بيتراوح من ممكن 70 ألف بيوصل ل 100 ألف جنيه و110 ألف جنيه. كذلك الأسعار برضو في الأبراج السياحية اللي هي الأبراج اللي هي قصاد الأبراج الصينية اللي هي على محور بن زايد الشمالي في الإم يو 7، متوسط سعر المتر بيبدأ من 80 ألف لحد 100 و100 وكسور كمان، يعني سعر المتر كسر 100 ألف. يعني معنى كده إن الأسعار في المناطق الأبراج سواء في الإم يو 7 أو في الداون تاون اللي هي الأبراج السياحية هي تعتبر أعلى من الأسعار في الحي المالي. ده طبعا بيدي لحضرتك مؤشر مبدئي إن طبيعة الإيجارات في الأبراج السياحية ديت سواء في الداون تاون أو في منطقة الإم يو 7 هتكون أعلى من الإيجارات، من تقييم الإيجارات في الحي المالي. لذلك أنا بقول لحضراتكم إن ممكن يكون أنا باصص للموضوع بنظرة مستقبلية، ولكن انا عارف ان المكان ده هتكون مستوى الايجارات فيه سواء في التجاري او في الايجاري اعلى من اي مكان تاني بشكل عام. يعني طبعا باستثناء فكرة التخصص، يعني زي ما قلت لحضراتكم التخصص بيبقى تقييم الاسعار فيه والايجارات فيه لان هو بيبقى عامل جذب للبراندات، العلامات التجارية، الفرنشايز، الحاجات دي كلها. فطبعا دي كلها بتساعد ان يعلي من القيمة الإيجارية بتاعته وبتاعت المكان نفسه، زي المنطقة المولات الشوبينج في التنزه والترفيه، او حاجة زي الميجا سيتي، او طبعا لو انا بتكلم في القطاع الطبي المستشفيات
المبنى اللي بيكون واخد تخصيص طبي بالكامل. عندي مستشفيات هنا زي مثلا كابيتال كير، في مشروع جديد بتطرحه شركة ام بي جي اللي هو ريفر جرين 2، في عندي المشروع بتاع اوبال عندهم مبنى واخد تخصيص طبي بالكامل، في ريفر جرين 1 برضو على محور الامل. كل المشاريع اللي بتكون واخده تخصيص طبي بالكامل دي طبيعة تقييم الإيجار فيها بيكون أعلى من تقييم الإيجارات في المباني اللي واخدة تصنيف ميكس يوز. حتى حضراتكم هتلاقوا ده بيبان من سعر المتر، يعني هتلاقوا سعر المتر الطبي في المشاريع اللي واخدة تخصيص طبي بالكامل أو مستشفى أو مركز طبي متكامل، سعر المتر فيه حاليا بيتراوح متوسط 60,000، من 60 لـ 70,000. اما المراكز الطبيه او المباني اللي بتبقى فيها ميكس يوز واخده تخصيص ادوار للطبي، هتلاقي سعر المتر بيبتدي معاك من 40,000 جنيه، وده موجود في الداون تاون وموجود في منطقه محور الامل. فطبعا يعني الموضوع هنا بيختلف برضو على حسب انت بتقيم سعر المتر بكام، وبناء عليه هتلاقي طبيعه تقييم الايجار برضو يعني تبعا لسعر المتر اللي حضرتك او اللي هو المطور بيبيع بيه حاليا. هتلاقي طبعا برضو من الحاجات اللي هي تشغيلها يعني هيبقى شوية على المستوى البعيد في القطاع الطبي زي مثلا مستشفى الشفا كابيتال بتاع شركة ريجنسي في المدينة الطبية، هتلاقي في المشروع بتاع ميد ايكون في الار 7 برضو، دي من الحاجات المهمة جدا في القطاع الطبي، ولكن تشغيلها هيكون على المدى البعيد لأن الحاجات ديت لسه يعني عشان نتكلم في تشغيل او استلام مش قبل 3 سنين ل 4 سنين، وتشغيل الموضوع هياخد له لسه كمان سنتين، فهيبقى على مدار الـ 6 سنين او الـ 7 سنين اللي جايه. لكن لو حضرتك بتدور على حاجه تشغيلها قريب في القطاع الطبي، هنركز طبعا على محور الامل، مشروع زي اوبان مول من الحاجات اللي فيها انشاءات دلوقتي، هنركز على كابيتال كير، في عندي في الـ يعني الداون تاون المشاريع اللي هي قصاد الشارع الرئيسي دوت اللي هو قصاد مسجد مصر مثلا اللي بيعدي من عليه الخط بتاع المونوريل، هتلاقي برضو في مباني يعني نوعا ما تشغيلها يعني هتكون اسرع من طبيعه المباني الميكس يوز او طبيعه المباني اللي هي سواء الاداريه او الطبيه الموجوده جوه الداون تاون. يعني تشغيل الداون تاون هيبقى خطته مستقبليه شويه على مدار 7 سنين جايه، 8 سنين، 10 سنين جايه، بحكم حتى وان اختلفنا ان يعني ان احنا عندنا الاستلامات في المنطقه ديت قريبه يعني او مش قريبه، يعني التسليم فيها على مدار مثلا 3 سنين، لان هم مرتبطين كلهم بجدول زمني، حتى وان كان في مهله سماح اضافيه اضافه سنه او سنتين، ولكن كل المشاريع ديت هتستلم في خلال وقت قصير من 3 سنين ل 5 سنين، ولكن التشغيل نفسه ده اللي هياخد وقت لان المعروض هيبقى كتير جدا. فعشان انا اتميز بحاجه يكون تشغيلها اسرع لازم اخد حاجه اولا يعني حسب طبيعه الموقع بتاعها، كل ما تبقى على المحاور الرئيسيه حسب طبيعه المنطقه نفسها وجاهزيتها والخدمات والمرافق انها تكون اشتغلت فيها بشكل اسرع، وده اللي انا بحاول اعمله في الفيديو مع حضراتكم بحيث ان انتوا يكون عندكم التصور عن طبيعه كل منطقة هيكون التشغيل بتاعها ازاي. يعني عموما انا حبيت اتكلم مع حضراتكم كده في شرح يمكن هو كان طول معايا، بس حبيت اوضح لحضراتكم معلومات يمكن يكون في ناس كتيرة ما عندهاش الرؤية ديت. اتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم، وانا اسف جدا وبعتذر عن الاطالة في الفيديو، لكن يعني بقدر الامكان انا حبيت اتكلم في كل التفاصيل او اطلع كل المعلومات اللي عندي اللي على دراية بيها لحضراتكم. ولو في اي استفسارات عند اي عميل مهتم ان هو عاوز يستثمر او يشتري في العاصمة، انا راجل استشاري عقاري متخصص في العاصمة الادارية من 2017، وعندي دراية كاملة عن كل المشاريع وعن الشركات اللي موثوق التعامل معاها، فتقدر حضرتك تتواصل معايا في اي وقت وتوضح لي طبيعة متطلباتك ايه في العقار اللي حضرتك عاوز تشتريه، وانا باذن الله هقدر اساعدك كويس واكون العين بتاعتك في العاصمة وأعرفك العيوب قبل المميزات بتاعت كل حاجة، بحيث عندك يكون عندك رؤية كاملة عن طبيعة الفرص الاستثمارية الأقرب للطلب بتاعك، وتكون طبعا يعني في حدود الميزانية اللي حضرتك تكون حاططها حسب المقدم اللي حضرتك حاطه وطريقة السداد أو القسط اللي حضرتك عاوز تلتزم بيه أو كده. يعني هي الخدمة دي بتكون مجانية مفيش عليها أي رسوم،
وانا رقمي ظاهر على الشاشة متاح عليه الواتساب، لو في اي حد محتاج ان انا اساعده باي استشارة انا بكون معاك في كل الخطوات من البداية لحد ما ان شاء الله بنوصل للاستقرار على المشروع، وان احنا نختار مع بعض اميز وحدة عقارية متوفرة، وبنقرأ مع بعض العقود برضو بحيث ان الرؤية تكون بالنسبة لك واضحة وتبقى عارف اللي ليك واللي عليك في موضوع العقد دوت كويس، وبكون معاك في خدمة ما بعد الاستلام. انا ما بسيبش العميل بتاعي، يعني بكون معاك في خدمة ما بعد البيع لو واجهتك اي مشكلة مع المطور، او حتى اثناء التشغيل او ما بعد الاستلام كمان، يعني بتبقى العلاقة بتاعتنا مستمرة لبعد كده كمان يعني. فانا تحت امر حضراتكم في اي وقت، انا معاكم محمود كساب استشاري عقاري بالعاصمة الادارية الجديدة، الخدمة دي بتكون مجانية، رقمي ظاهر على الشاشة متاح عليه الواتساب، وفي لينك موجود في أول الوصف حضرتك مجرد ما بتضغط عليه هو بيوصلك على طول على الواتساب الخاص بيا. تحت أمر حضراتكم، شكرا جزيلا.